مساء الخير. النهاردة هنبتدي نيو ريدنج في الفيكسد انكم في برنامج سي اف اي بالعربي ليفل 1، وهنكمل المفروض ريدنج 53. احنا كنا شرحنا فيها بارت 1 والنهاردة هنبتدي نشرح بارت 2. سي اف اي بالعربي هو فيديو سيريس المفروض بيكفر سي اف اي كريكلم سبونسر من سي اف اي سوسايتي ايجيبت. النهاردة بقى هنبتدي نتكلم في بارت 2 من ريدنج 53، وهو نبتدي فيها بحاجة اسمها Types of the Yield Measures. هو هنا في أول Reading دي بيعلمني إزاي أحسب العائد على Floating Rate Notes أو على Bonds اللي هي بتوزع كوبونات Floating. لو تفتكروا في Reading أول Reading خالص بينا كنا بنتكلم على أنواع الكوبون ريت، كان في كوبون ريت بيبقى Fixed وفي كوبون ريت Floating. فأنت دلوقتي أنت عايز تحسب العائد على Floating Rate Bond. قبل بقى ما نتكلم ازاي نحسب العائد على الفلوتنج ريت بوند، هو بيقول لك ان في الفلوتنج ريت بوند عامه بتبقى مور ستيبل، البرايس بتاعها بيبقى مور ستيبل عن الفيكسد ريت نوت. يعني ايه الكلام ده؟ وده فيري امبورتنت كونسبت وبيركز او بيفوكس عليه الاسئله في الامتحان. هو هنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا في ريدنج 53 بارت 1 على حاجه اسمها الانترست ريت ريسك، وقلنا الانترست ريت ريسك دي بتبين ان في علاقه عكسيه ما بين البوند برايس والماركت ريت، ان لما ال YTM يقل البوند برايس يزيد والعكس. بس ابتدى يقول لك ان الانترست ريت ريسك هي بتريفير لمدى السنسيتيفيتي اللي بتحصل لسعر البوند نتيجه لتغير سعر الفايده في الماركت. فدايما يقول لك ان الفلوتنج ريت بوند البرايس بتاعها بيبقى لس سنسيتيف عن الفيكسد ريت بوند لما ال YTM يتغير. ليه؟ لان انت اوريدي الفيكسد ريت بوند هي بتوزع كوبون فيكسد ثابت، بس الماركت هو اللي عمال رايح جاي يتحرك يطلع وينزل، فبالتالي البرايس بتاع البوند اللي بتوزع فيكسد كوبن بتلاقي السنسيتيفيتي فيها عاليه لان هي بتوزع اوريدي فيكسد. بس البوند اللي بتوزع فلوتنج والماركت لما بيجي بيتغير ما هي بتطلع وبتنزل مع الماركت، هو بيبقى فيها سنسيتيفيتي، بس السنسيتيفيتي فيها بتبقى اهدى بكتير من الفيكسد ريت، لان الفلوتنج هو اوريدي ماشي اون ذا تراك مع الماركت بيطلع وبينزل برضه. تاني بقى كونسبت وده مهم جدا في الفلوتنج ريت نوت اللي احنا برضو هنشتغل عليه في الفالويشن، بيفرق لك ما بين حاجه اسمها الكوتد مارجن وحاجه اسمها الديسكاونت، او بتسميها في الكتاب في الكريكلم او في التريزر هتلاقيه كاتب لك حاجه اسمها الريكوايرد مارجن. فالريكوايرد هو الديسكاونت. ايه الفرق ما بين الكوتد والديسكاونت مارجن؟ هو اتضح ان في الفلوتنج ريت بوند انت عندك نوعين من المارجن، في حاجه اسمها الكوتد وحاجه اسمها الديسكاونت او حاجه اسمها الريكويرد. الكوتد مارجن ده البيزس بوينت الزياده اللي بزوده على الليبر علشان احدد بيه الكوبن ريت، وده عامه بيتحدد في بدايه الايشونس في الاصدار بتاع البوند، وبيتحدد على اساس الكريدت ريتنج بتاع الشركه، بس بيفضل ثابت على عمر مدار الماتيريتي، عمره ما بيتغير. فاقول لك مثلا الكوتد مارجن بتاعي ب 1.5% او زوده كل مره بقى على الليبر اللي انا ما اعرفش هو كام عشان احدد بيه الكوبن. مثلا تعال نقول البوند بتاعت او سي اي دي بتدي لايبر بلس 1.5% مارجن. لما جم بقى يسعروها عايزين يحددوا الديسكاونت ريت، فايه طار الديسكاونت ريت اللي بستخدمه علشان اعمل بيه ديسكاونتنج للفلوتنج ريت بوند؟ قال لك هو اللايبر برضه، بس بروح ازود على اللايبر ده بقى حاجه اسمها الديسكاونت مارجن. يبقى الديسكاونت مارجن ده هو البيزس بوينت الزياده اللي بزوده على اللايبر علشان احدد بيه الواي تي ام بتاع الفلوتنج ريت بوند. فاجي اقول لك بقى البوند دي لما اجي احدد لها الواي تي ام هديها برضو اللايبر بلس 1.5% ريكوايرد مارجن. الله، يبقى كده الريكوايرد زي كوتد. ده في الايشونس، والريكوايرد او الديسكاونت مارجن ده اتحدد برضو على اساس الكريدت ريتنج بتاع الشركه او التصنيف الائتماني بتاع الشركه في الاصدار. طب عدى 3 شهور التصنيف الائتماني بتاع الشركه قل، معنى ان التصنيف الائتماني قل معنى كده المخاطره الائتمانيه زادت، فبالتالي اللي هيخش يشتري السند ده هيبقى عايز ريكواير مارجن او ديسكاونت مارجن اعلى، فيقول لك بدل ما هطلب ريكواير مارجن 1.5% لا انا هطلب ريكواير مارجن 2.5%. يبقى تقدر تقول طول ما الكريدت ريسك او المخاطره الائتمانيه بتاعه الشركه عماله بتزيد، طول ما انت هتلاقي ان الكوتد مارجن اقل من ريكوايرد، هتلاقي نفسك ان ريكوايرد او ديسكاونت مارجن عالي لان المخاطره الائتمانيه بتزيد، فلازم تعوض الراجل ده بريكوارد مارجن عالي. بس طول ما المخاطره الائتمانيه بتقل هتلاقي العكس بقى، هتلاقي الكوتد هو اللي اكبر من الريكوارد مارجن. يبقى اذا الكوتد
والديسكاونت مارجن الكوتد ده سعر فايده ثابت بزوده على اللايبر عشان احدد بيه الكوبون، اما الديسكاونت مارجن ده سعر فايده ثابت بزوده على اللايبر عشان احدد بيه الديسكاونت ريت. هو ده فكره الفلوتنج ريت نوتس. تاني نوع من انواع الييلد ميجرز بقى بعد الفلوتنج ريت بوند، الييلدز فور ماني ماركت انسترومنتس، دي الادوات الماليه الماني ماركت. لو تفتكروا في اول ريدنج وتاني ريدنج كنا قلنا ان الماني ماركت دي اي اداه ماليه عمرها بيبقى اقل من سنه، قلنا زي مثال التريجر بيلز والكوميرشال بيبر والبانكر اكسبتنس والكلام ده. بس عشان تلخص السلايدز دي عامه سلايد 4 والموضوع يبقى لطيف فيها، في السلايد دي حاول تكتب معايا كده ان انت الماني ماركت عامه لو دخلت اي ديلينج روم هتلاقي الماني ماركت متقسم لحاجتين، متقسم يا اما حاجه اسمها تريجر بيلز يا اما حاجه اسمها السي ديز والتي ديز. السي ديز ده شهادات الاستثمار والتي ديز دي الودائع. لما تيجي تحسب العائد على التريجر بيلز او اذون الخزانه بنحسبها عن طريق حاجه اسمها الديسكاونت ييلد. ولما اجي احسب العائد على شهادات الاستثمار او الودائع اللي هو السي ديز والتي ديز بحسبها عن طريق حاجه اسمها الاد اون ييلد. لو انت عايز تحسب العائد على التريجر بيلز بديسكاونت ييلد بتعمل الايكويشن اللي جايه دي، بتقول الفيس فاليو ماينس البرايس اللي انت شاري بيه تقسم على الفيس فاليو واللي يطلع تضربه في 360 على التي على التايم تو ماتيوريتي. يعني ايه 360 على التايم تو ماتيوريتي؟ لو انت مثلا شاري اذون خزانه تريجر بيلز عمرها مثلا 3 شهور 90 يوم دافع فيها النهارده اتير 0.970 وكمان 3 شهور هتسترد قيمه ال1000. انت عايز تعرف الحاجه اللي هتدفع فيها النهارده 970 وكمان 3 شهور 90 يوم تستردها بقيمه ال1000 انت كسبان منها كام في الميه؟ كسبان في الميه منها كام في الميه؟ هو ده اللي بنسميه بحاجه اسمها الديسكاونت ييلد. فبتقول لي ال1000 اللي هو الفيس ماينس البرايس اللي هو 970 على ال1000. بس اي سعر فايده في الدنيا لازم يكون انيوالايزد انيوال سنوي. قال لك خلاص يبقى حول من فايده 90 يوم لفايده السنه فهضربها في 360 على ال90. اللي فوق ده اللي انت بتحول ليه واللي تحت ده اللي انت بتحول منه، فبالتالي عشان كده قسمتها 360 على ال90 فطلع ان العائد على اذون الخزانه المفروض 3%. فاجي اقول لك والله لو انت اشتريت اذون الخزانه دي من الحكومه المصريه اللي عمرها 90 يوم اللي هتدفع فيها 970 فانت كسبان في السنه انيوال ريت مثلا 3%. هو ده معنى الديسكاونت ييلد. يبقى اذا الديسكاونت ييلد تقدر تقول هو عباره عن الفيس ماينس الديسكاونت على الفيس في 360 على التايم تو ماتيريتي. الاد اون ييلد بقى اللي هو على السي ديز والتي ديز قال لك ان انا عندي مشكله دلوقتي في الديسكاونت ييلد، ان الديسكاونت ييلد اللي بحسبها على التريجر بيلز هو بيقسم على الفيس فاليو، مع ان ده مش صح. هو انا داخل اشتري اذون الخزانه دي انا مش دافع ال1000 انا دافع 970، فالصح ان انا المفروض كنت اقسم على 970 مش ال1000. قال لك طب نحل المشكله دي ازاي؟ قال لك تعالى نحلها بقى واحنا بنحسب الاد اون ييلد اللي هو على السي ديز والتي ديز. فعملها فيس فاليو ماينس برايس على البرايس في 360 على التي. فتقدر تقول ان الفرق ما بين السي ديز والتي ديز اللي هو الاد اون والديسكاونت ييلد ان واحد بيقسم على الفيس والتاني بيقسم على الكروس. ده حسبه المفروض الديسكاونت ييلد والسي ديز والتي ديز اللي هو الاد اون. طيب وهتلاقي الكلام ده المفروض مكتوب في اول باراجراف. تاني باراجراف بس حاجه اخيره، هو التريجر بيلز دايما بتكوت بديسكاونت ريت. يعني ايه بديسكاونت ريت؟ يعني تقدر تقول ان انت لو دخلت الديلينج روم مثلا يوم الاوكشن، يوم الاوكشن اللي بيحصل على التريجر بيلز الاحد او الخميس، لما تيجي تسال الديلر تقول له التريجر بيلز النهارده بكام، مش هتلاقيه بيقول لك برايس، مش هتلاقيه بيقول لك سعر، هتلاقيه بيقول لك سعر فايده. بيقول لك التريجر بيلز النهارده بديسكاونت ريت 3%. تقول له بس انا عايز اجيب سعر، سعرها كام؟ ادفع فيها فلوس كام؟ يقول لك خلي بالك ده ال 3% ده كمان انيوال ريت. يقول لك امسك ال 3% بقى حولها لعمر التريجر بيلز اللي انت شاريها. فانت شاري مثلا اذون خزانه عمرها 90 يوم. فهتمسك ال 3% دي تحولها لفايده 3 شهور فاضربها في 90 على 360. يبقى انت كده كسبان من التريجر بيلز دي المفروض 1%. عايز تحسب بقى البرايس بكام؟ فهتقول 100% ماينس 1% واللي يطلع اضربه في قيمه البار. فيطلع التريجر بيلز دي المفروض
اللي عمرها 3 شهور اللي بتدي ديسكاونت ريت 1% في 90 يوم هتشتريها النهارده بكام؟ ب 990. ده عشان تحسب حسبه البرايس بتاعت التريجبلز. يبقى اذا حسبه التريجبلز بتكون دايما بديسكاونت ريت، والديسكاونت ريت ده ريت انيوال سنوي، فعليك انك تحول ريت السنه لعمر التريجبلز وات ايفر عمرها 3 شهور ولا السته او التسعه، وكده كده السنه مش محتاج تحولها. يبقى احنا اتكلمنا على من اول الريدنج على ان ازاي نحسب العائد على الفلوتنج ريت نوت، وفرقنا ما بين حاجه اسمها الديسكاونت مارجن والريكوايرد مارجن والكوتد مارجن. قلنا الكوتد مارجن ده بستخدمه عشان احدد بيه الكوبون، والريكوايرد مارجن ده بستخدمه عشان احدد بيه الديسكاونت ريت. بعد كده اتكلمنا على اليلد فور ماني ماركت، وعرفنا ان اليلد فور ماني ماركت شفنا حسبه السيريز والتيليز اللي هي شهادات استثمار والودايع، وشفنا حسبه التريجري بيلز اللي هو الديسكاونت. هنا بقى بيكلمك على كونسبت اسمه اليل كيرف. يعني ايه الكيرف؟ ان انت لو دخلت على ويب سايت زي بلومبر كده، اليل كيرف هو علاقه ما بين حاجه اسمها اليل، ده الواي اكسس، والاكس اكسس دي اسمها الماتيوريتي. وعامه اليل كيرف ده هو غرضه بس ان يوري لك شكل سعر الفايده في المستقبل رايح فين، هل هو في ارتفاع يعني ابورد سلوبينج، فطول ما الماتيوريتي بتزيد سعر الفايده هيزيد، ولا هل اليل كيرف ممكن ياخد شكل اسمه داونورد سلوبينج يعني سعر الفايده في المستقبل في انخفاض، او ممكن ياخد يل كيرف شكل اسمه فلات يعني اللونج تيرم ماتيوريتي. اللونج تيرم ماتيوريتي بيدي هي الشورت تيرم ماتيوريتي. ولو دخلت على بلومبرج هتلاقي اليل كيرف هو باني من اول الشهر لحد ال 30 سنه. بس اليل كيرف ده ليه انواع. في يل كيرف للكوبون باي اللي هي السندات اللي بتوزع كوبونات زي التريجري بونز، السندات الحكومية اللي بتصدرها الحكومة المصرية اللي عمرها 3 سنين والخمسة والسبعة والعشرة. وفي ييل كيرف بنستخدمه لحاجة اسمها السبوت ريت. لو تفتكر الريدنج 53 بس بارت 1 كان فيه طريقة اسمها اربيتراج فالويشن ابروتش، وقلنا ان اربيتراج فالويشن ابروتش دي بتستخدم الديسكاونت ريت بتاعها والسبوت ريت، وقلنا ان السبوت ريت ده عائد اذون الخزانة، وقلنا عائد اذون الخزانة هو اكبر ماتيوريتي ليه هو السنه، وعن طريق طريقه اسمها بوت سترابنج جبنا السبوت ريت من اول السنتين لحد ال 30 سنه قدام. فده السبوت ريت ييلد كيرف هو بيوري لك الزيرو كوبن كييلد في المستقبل رايح فين، هل هو في ارتفاع برضه ولا في انخفاض ولا هل هو فلات. يبقى في كذا نوع لييلد كيرف، ييلد كيرف للكوبونات كوبون بينج، وفي ييلد كيرف للزيرو كوبن، والزيرو كوبن ده اسمه السبوت. تالت نوع من الكيرف بقى ده اسمه البار كيرف، والبار كيرف ده هو بيجيب لك اليلد الكوبن المفروض اللي تفضل تاخده علشان دايما البوند تتسعر بقيمه البار فاليو. بس هو في الامتحان مينلي هو بيركز على السبوت ريت المفروض. تالت نوع من انواع الكيرف ده، وده فيري فيري امبورتنت وممكن يكون اكزام تيستد جدا، ده الفورورد ريتس. الفورورد ريتس ده سعر الفايده اللي بيعلن في المستقبل. ركز برضو كده معايا في الفورورد ريتس. يعني ايه فورورد ريتس؟ ان اجي اقول لك مثلا انا امير مثلا كنت لقيت اتش اس بي سي بيكلمني بيقول لي في اوفر كده ان انت ممكن تيجي تربط عندنا 1000 جنيه لمده سنتين وان شوت، يعني سنتين مره واحده على طول مش اكثر خلال السنتين بسعر فايده 10%. فقلت والله لو ربطت ال 1000 جنيه دي لمده سنتين بفايده 10% يعني كمان سنتين هيكون معايا 1210. طيب ده اول اوبشن بالنسبه لي ان انا اربط 1000 جنيه لسنتين ب 10 هيبقى معايا 1210. بتمشى قدام شويه لقيت السي اي بي برضه معلق اوفر كده بيقول لك تعالى اربط عندي وديعه ب 1000 جنيه لمده سنه بسعر فايده مثلا 10.5%، كمان سنه هيكون معاك مثلا 1150. سيبك من الانترست ريت، هو كده كده انا مستغني عن فلوسي دي لمده سنتين، بس انا بفكر يا ترى اربطها في اتش اس بي سي وان شوت لمده سنتين واخلص، ولا اربطها في السي اي بي لمده سنه دلوقتي واخد عليها 10.5% ورول اوفر لمده سنه كمان. يعني ايه ترول اوفر لمده سنه كمان؟ يعني تربط لمده سنه وتقف بعد كده ترول اوفر او تجدد وديعه كمان لمده سنه. بس انت هنا اربط لمده سنتين وان شوت ولا اربطها في السي اي بي سنه في سنه،
علشان اقدر احل المشكلة دي لازم اعرف الريت اللي هعمل بيه رول اوفر كمان سنة من النهاردة كام. الريت اللي انت هتعمل بيه رول اوفر كمان سنة من النهاردة هو ده اللي بنسميه بحاجة اسمها الفورورد ريت. يبقى الفورورد ريت ده سعر الفايدة اللي هيعلن في المستقبل للاقراض او للاقتراض. بس علشان تحل مشكلة الفورورد ريتس بتاعتك لازم تحدد حاجتين، يا ترى سعر الفايدة ده هيعلن كمان قد ايه، ويا ترى سعر الفايدة ده او عمر الوديعة قد ايه. فلما تيجي تقرا كده في تشوازر وبتاع هتلاقي حاجة اسمها 1 مثلا F1. يعني ايه 1 F1؟ 1 F1 يعني ده سعر الفايدة اللي هيعلن كمان سنة للوديعة اللي عمرها سنة. اجي اقول لك مثلا 2 F1 معنى كده ده سعر الفايدة اللي هيعلن كمان سنتين للوديعة اللي عمرها سنة. يبقى دايما اللي على الشمال ده سعر الفايدة هيعلن كمان قد ايه، واللي على اليمين ده يعتبر عمر الوديعة نفسها. فلو جيت قريت هنا هيقولك ان الفورورد ريت هو البريك ايفن ري انفستمنت ريت لينكينج ذا ريتيرن اون انفستمنت ان ا شورتر تيرم زيرو كوبن تو ذا ريتيرن اون ا لونجر تيرم زيرو كوبن. يعني ايه؟ يعني لو عايز اوصله لك في الباراجراف ده ان المثال اللي قلته من شويه ان على فكره ان انا اربط فلوسي لمده سنتين وان شوت هي ان انا اربطها لمده سنه ورول اوفر لمده سنه كمان. يعني ايه الكلام ده؟ ويعني ايه بقى السبوت ريت والحاجات دي وتوير وانير والتري باراجرافس اللي في اخر دول؟ برضو ركز معايا كده في الكلام واحاول ان انا الخصها لك، وان شاء الله ممكن تحل اي مساله فوق. انت مثلا دخلت البنك النهارده لقيت البنك ده مثلا معلق كده كاستمر سيرفيس، معلق يافطه كده بيقول لك فيها ان انت لو رحت ربطت وديعه لمده سنه هديك فايده 10%، لمده سنتين وان شوت هديك 12، لمده 3 سنين وان شوت هديك 13%. السنه بتدي 10، الوديعه السنتين بتدي 12، الوديعه الثلاث سنين بتدي 13. ده اسمه السبوت ريت. ليه سبوت ريت؟ لان ده سعر الفايده المعلن النهارده في الماركت. انت بقى عندي هنا امير مثلا وعندي الناحية التانية مثلا أحمد. أمير ما بيحبش يوجع دماغه كتير، قال لك خلاص أنا هربط الفلوس دي لمدة 3 سنين وان شوت ورايح دماغي. فأمير قال لك بما إن أنا هربط الفلوس دي لمدة 3 سنين وان شوت على طول يبقى المفروض البنك هيديني سعر فايدة 13%. يبقى أمير هيقول 1 بلس 13% أول باور 3. أحمد بقى قال لك لا لا بص أنا مش هربط فلوسي لمدة 3 سنين وان شوت، انا هربطها لمده سنتين وان شوت النهارده وهرول اوفر نفسي لمده سنه كمان. فاحمد هيحط على الشمال هيقول يا ترى اربط فلوسي زي امير لمده 3 سنين وان شوت واخد عليها 13%، ولا يعمل ايكوال بقى، يعمل ايكوال اربط فلوسي لمده سنتين وان شوت النهارده واخد عليها 12% قول باور 2 مضروبه في ال1 بلس 2 اف 1 all power 1. يعني ايه 2F1؟ ده سعر الفايدة اللي يعلن كمان سنتين للوديعة اللي عمرها ايه سنة. طب ما انا نربط فلوسي لمدة سنتين ورول اوفر لمدة سنة هي ان انا اربطها لمدة 3 سنين وان شوت. لو جيت بقى فكيت الايكويشن دي ماثماتكس ان انت بيبقى عندك السبوت بتاع السنتين نون والسبوت بتاع السنة نون، عايز تجيب بس ال 1 year 1 year، طلع ان الريت مثلا بتاع المثال بقى بتاعنا احنا اللي انا قلته لك من شويه على الثلاث سنين طلع مثلا الريت 12.5%. فغرض الفورورد ريت ان انت بتروح تثبت سعر فايده بيه مع البنك، يعني بتروح النهارده اتير زيرو تقول للبنك ان انا هربط فلوسي لمده سنتين وان شوت واخد عليها 12%، وعلى فكره انا عايز اقول لك ان انا اجي لك كمان سنتين من النهارده هجدد الوديعه دي بفورورد ريت 12.5%. والله بقى كمان سنتين رحت الماركت لقيت سعر الفايده في السوق ب 13.5، يبقى انا كده خسران لان انا كده عامل لوكينج على 12.5. بس لو رحت الماركت كمان سنتين لقيت سعر الفايده 11% يبقى الحمد لله انا كسبان لان انا كده ثبتت على الكام؟ على 12.5. يبقى اذا انت هنا مش بتتنبأ بسعر الفايده ولا حاجه، انت هنا من الاخر كده بتجيب الريت اللي انت تبقى اندفرنت فيه. ان انت تربط فلوسك لمده سنتين وان شوت
هي ان انا اربطها لمده سنه ورول اوفر لمده سنه كمان. بس الريت ده اللي بعمل بيه لوكينج مع البنك اللي هنفذ بيه لسه في المستقبل. هو ده غرض الفورورد ريتس. اخر جزئيه بقى بيكلمك على حاجه اسمها اليلد سبريد ميجرز. ايه اليلد سبريد ميجرز؟ اليلد سبريد ميجرز دي اليلد سبريد ده العائد ما بين الواي تي ام او اليلد تو ماتيوريتي ما بين سندين، بس اهم حاجه السندين دول يكونوا سيم ماتيوريتي. فاول نوع من انواع اليلد سبريد ميجرز نوع اسمه البنش مارك ريتس. البنش مارك ريتس ده هو بيقارن ما بين الواي تي ام بتاع الكوربريت والتريجري بتاع الشركه والحكومه، بس الاثنين لازم يكونوا نفس العمر. فاجي اقول لك الكوربريت الخمس سنين، البوند الكوربريت الخمس سنين بتدي 10 والبوند التريجري الخمس سنين بتدي مثلا 8، يبقى اليلد سبريد عندي 2% او البنش مارك سبريد. البنش مارك هو بتاع الحكومه اللي هو بنسميه برضو بالجي سبريد. فتقدر تقول ان الجي سبريد هي البنش مارك سبريد. ليه؟ لان الاثنين واحد. ده الجي ده اختصار الجفرمنت سبريد اللي هو الفرق ما بين التريجري والفرق ما بين الكوربريت، بس الاثنين لازم يكونوا سيم ماتيريال. طيب تاني نوع من انواع السبريد ميجرز نوع اسمه الزي سبريد، وهفهمك يعني ايه الديس ادفانتج بتاع الجي سبريد والاي سبريد بيبقوا صح لو الجيل كيرف فلات. بس تعال نشوف يعني ايه زي سبريد الاول. اتضح ان الجي سبريد اللي هي في الصفحه اللي في السلايد نمبر 10، الجي سبريد كانت مشكلتها حاجتين. الجي سبريد هي مينلي مشكلتها ان هي بتاسيوم ان الماركت ريت ثابت، وتاني عيب فيها ان هي بتتجاهل اثر الكول والبوت. ده عيب الجي سبريد. جه الزي سبريد قال لك خلاص انا هحل لك مشكله واحده من مشكلات الجي سبريد، ان الجي سبريد كان بيفترض ان الماركت ريت ثابت. خلاص يا عم انا هعمل ديسكاونتنج للكاش فلو بتاع البوند على ديسكاونت ريت مختلف. قلت له ازاي؟ قال لي انا بقى هستخدم السبوت ريت اد ذا ديسكاونت ريت علشان اعمل بيه ديسكاونتنج للكاش فلو بتاع البوند. قلت له ايه ده؟ يعني انت هتروح تسعر بوند كوربريت في الماركت هتروح تستخدم السبوت ريت؟ قال لي اه. قلت له بس السبوت ريت ده على فكره ده الريسكي فري ريت، عائد اذون الخزانه. ازاي اروح اسعر تريجري كوربريت بوند اللي هي فيها مخاطره ائتمانيه عاليه بديسكاونت ريت بتاع تريجري اللي هو الريسك فري؟ قال لك خلاص الزي سبريد بقى هو البيزس بوينت او سعر الفايده الزياده اللي بروح ازودها كل سنه على السبوت ريت علشان اسعر بيها الكوربريت بوند. يبقى تقدر تقول ان الزي سبريد دي بستخدمها كطريقه فالويشن للكوربريت بوند بس، والزي سبريد ده البيزس بوينت الزياده اللي بزوده على السبوت ريت علشان اسعر بيه البوندات الكوربريت اللي جواها كريدت ريسك عالي. بس ستيل لسه الزي سبريد فيها مشكله ان هي بتتجاهل اثر الكول والبوت. راح بقى اخر نوع من انواع اليلد سبريد ميجرز اللي هو الاوبشن ادجستد سبريد. ده حل بقى مشكله الزي سبريد وحل مشكله الجي سبريد، ان الاو اس بدا بقى ياخد في اعتباره الكول والبوت. ان الاو اس هو بنستخدمه بس للبوند اللي جواها امبيدد اوبشنز. يعني ايه؟ يعني يجي مثلا يقول لك والله الكولبل بوند دي، البوند اللي جواها كول اوبشن، والكول اوبشن دي حاجه بتفيد مفروض الاشور وبتضر الهولدر، فالبوند الكولبل دي بتديك واي تي ام 14%. يقول لك بس على فكره السند ده المفروض ما يدكش 14%، هو المفروض السند ده يديك 12% بس، بس البوند اشور زود لك 2% زياده عشان يعوضك على حاجه اسمها الكول ريسك. يبقى تقدر تقول ان الاو اس مسك الكولبل بوند وشال منها اثر الكول اوبشن. علشان كده لما بيروح يقارن ما بين الاو اس والزي سبريد او الجي سبريد، دايما تلاقي في الكولبل بوند الجي والزي بتبقى اعلى من الاو اس. ليه؟ لان الاو اس هو بيشيل اثر الكول وبيقول لك ان السند ده المفروض ما يدكش 14، هو المفروض يديك 12% بس. ولما يروح للبوتبل بوند يعمل العكس بقى. البوتبل بوند ده جواه بوت اوبشن، والبوت اوبشن ده المفروض فيه حاجه بتفيد الهولدر، فيقول لك البوتبل بوند دي بتديك واي تي ام 16%، بس على فكره هي المفروض ما تدكش 16، مثلا هي المفروض تديك 18%، بس بما ان الاوبشن ده جواه بوت اوبشن بيفيدك انت كهولدر راح قاصص منك 2%. يبقى اذا تقدر تقول لما تروح تبص بقى على البوتبل بوند وتبص على او اس،
دايما تلاقي في الكتب البومب الاو اس اكبر من الزي سبريد واكبر من الجي سبريد. دي كانت الثلاث انواع بتاع الييلد سبريد ميجرز، سواء كان الجي سبريد او الزي سبريد او الاو اس، بس لازم برضو تقراهم من تشوزت، لانك هتلاقي شويه ديتيلز بسيطه احنا بس بندي مثلا يعني 80%، بس لازم ترجع تقراها من تشوزر. طيب احنا كده خلصنا المفروض بارت 2 من ريدنج 53، ويبقى ناقصنا ان شاء الله الريدنج الحلقه الجايه هنشوف ريدنج 54 اللي هو فيكسد انكم ريسك اند ريتيرن، وهتبقى فيري امبورتنت. كان معاكم امير الدالي من برنامج CFA بالعربي، سبونسرد من CFA سوسايتي.